السؤال اللي يطرح علينا يقول what networks are present in the addressing table of this lab, يعني يقصد يا lab but not in the routing table for R1. يعني يقول شنو الشبكات اللي متعرف عليها الراوتر الأول بس ما ويا شبكة ما متعرف عليها. طبعا في الحقيقة هي هاي الشبكة 10.1.1.0, هاي الشبكة متعرف عليها واللي هي connected, وأيضا الشبكة 192.168.0.0, هاي الشبكة متعرف عليها. إذن أكو هناك شبكتين متعرف عليها تلقائيا directly مباشرة, وأكو شبكة ثالثة اللي هي 192.168.1.0 ما متعرف عليها. حتى يتعرف عليها لازم نقول له IP root ونحدده المسار, ندلي على المسار أو ندلي على هاي الشبكة. نطلع من R1 و Value the Routing Table Information for R3. أيضا نروح على R3 و وأروح على R3 هاي, وأيضا راح أقول له show IP root. وأدوس إنتر. وأيضا what networks are present in the addressing table in this lab but not in the routing table for R3. يعني شنو اللي خلينا نقول بمعنى شنو اللي R3 شنو متعرف عليها شبكة ويا شبكة ويا شبكة ما متعرف عليها. لو نجي نلاحظ الشبكة هاي 192.168.1.0, هاي الشبكة متعرف عليها. وبعد ايضا شبكة اللي هي 10.1.1.0, خلنا نصعد شوية فوق, هاي الشبكة بالضبط 10.1.1.0, هاي الشبكة زيها سيريال. والشبكة 192.168.1.0 اللي هي connected directly اللي هي جيجا ايثرنت. بعد عندنا شبكة اللوب باكات, ايضا شبكة اللوب باك اللي هي لوب باك هاي اللي هي 198, هذا لوب باك واحد هذا اللي هو 192.133.211, وايضا لوب باك زيرو اللي هو هذا لوب باك زيرو هذا 209 165 200 224, هذا متعرف. اذا متعرف على اربع شبكات. يبقى الشبكه اللي ما متعرف عليها اللي هي الشبكه هاي 192.168.0.0. زين, why are all the networks not in the routing tables for each of the routers? راح نقول له the routers are not configured with static or dynamic routing, therefore the routers only know about the directly connected networks. يعني بمعنى اخر حتى نبسطها الراوتر فقط يتعرف على الشبكات المرتبطة به مباشرة directly, أما الشبكة البعيدة فما يتعرف عليها إلا أكو فد كوماند أو إعاز. لازم إحنا ندليه, نكتب لي إعاز وإحنا نعرفه على هاي الشبكة, وهو راح يصير لنا هسه. راح نتطرق إلى شلون حتى أعرفه. راح أجي للراوتر الأول, هذا الراوتر الأول, وراح اطبق, راح اروح كونفيجر تيرمينال, انا بالطبقه الثالثه, وراح اطبق اعاز او راوتنج بروتوكول, قلنا واحد من بروتوكولات المسار اللي هو راح نسميه ديفولت روت. احنا اخذنا ستاتيك روت التوجيه الثابت, الان ديفولت روت التوجيه التلقائي اللي هو ايش راح اقول انا هسه حتى نفهم الفقره. انا هسه بالراوتر الاول R1
وراح اقول له اي بي روت لعاز اي بي روت وراح اقول له ما حدد الاي بي الديستنيشن لا يعني الهدف مجرد ان انا قلنا مسار خروج البيانات راح يكون لجميع الشبكات اللي ما متعرف عليها فراح اقول له 0.0.0.0 اوكي والسبنت ماسك ايضا راح 0.0.0.0 وراح انطي فقط الاكزيت انترفيس او اقول له النيكست هوب قفزه التالي انا في الراوتر الاول انا هذا في الراوتر الاول هذا ممكن انطي اقول له راح اقول له الاي بي مال هذا الراوتر اللي هو S000 اعطي هذا الاي بي او اقول له 0001 الاكزيت انترفيس يعني البورت الطالع من عنده فراح اسوي مثال ممكن بالحالتين ممكن انت تكتب ممكن نكتب S000 اوكي فهسه راح اكتب اللي هي نسمي عبر عنها نقول exit interface البورت الخارج عنده AS0/0/1 او ممكن اكتب الاي بي هذا الخارج من عند عفوا المقابله اوكي اللي هي next hop نعبر عنها القفزه التاليه وراح اقول له انتر وهنا أنا راح يقول لي default route without gateway if not a point to point interface may impact performance قلنا ممكن انطي اقول له ip root r و 0.0.0.0 0.0.0.0 و اقول له الاي بي مال سيريال 000 اللي هو خلي اشوفه اللي هو 10.1.1.2 10.1.1.2 وادوس انتر واتعرف عليه هسه خلي اروح على هذا الراوتر وايضا ادخل على كونفيجر تيرمينال وراح اقول له اي بي روت وايضا نفس العمليه 0.0.0.0 و 0 وانطي ايضا قلنا النيكست هوب القفزه التاليه انا بالراوتر الثالث حاليا انطي الاي بي مال سيريال 001 مال هذا الراوتر مال الراوتر الاول اللي هو خل اشوف بس الاي بي مالته اللي هو 10.1.1.1 10.1.1.1 وادوس انتر هسه الان شنو حتى اتاكد من شغلي راح اقول له اروح كترالوزت اخرج واقول له شو اي بي روت الان انا بالراوتر الثالث طبعا حاليا لو الاحظ اكو فقره يضاف لي اياها اللي هي اس ستار هاي ما كانت موجوده عندي اس ستار عوضت لنا عن الديفولت روت بمعنى انه هذا الراوتر الثالث اتعرف على الشبكه هاي واضحه الفقره يعني الكونكتد موجوده مثل من الساعه بس اللي ضاف لي اياه انه اس ستار زين اروح هذا الراوتر الثالث انا اروح على الراوتر الاول
اللي هو هذا، وايضا اروح اقول له كترال وزت كترال وزت واخرج من عنده، ونفس العمليه اقول له شو اي بي روت، اتاكد من شغلي شو وايضا ضاف لي اس ستار. اس ستار بمعنى انه فعل لي الديفولت روت، لو كان فقط اس معناها ستاتيك روت، لانه اس ستار معناها طبعا هلقاها هاي وين موجوده بالكودات قلنا فوق، حتى يعني انا ما جايبه من عندي هاي، باحث لو نجي هنا الاس تعوض عن ستاتيك اوكي، والاس ستار هي عباره عن ديفولت روت، المفروض كاتب هو ديفولت روت، بس هنا انا ما مستخدم الديفولت روت، اعتقد الار معناها الريب، وهكذا الرموز هاي كلها، فاعتقد صارت واضحه ان شاء الله. راح اعيد فقره الديفولت روت، قلنا نقول اي بي روت، هذا اللي عاز اي بي روت، حتى اعرفه الراوتر اي راوتر، حتى اعرفه على الشبكه اللي ما متعرف عليها قل له اي بي روت 4 صفاره 4 صفارة، نعوض عن الاي بي وعن السبنت ماسك اللي نريدين، ان هذا مسار خروج البيانات موجه لجميع الشبكات، لو فرض عندي 10 شبكات فراح اقول له اي بي روت 4 صفارة 4 صفارة، واحدد له الاي بي مال الجهة نيكس هوب القفزة التالية، يعني انا بر ار واحد اقول له انطي الاي بي مال الراوتر المرتبط من قدامه امامه، وإذا بالآر ثلاثة أنطي الآي بي مال راوتر واحد. وهسه حتى نتأكد من شغلنا مضبوط أو لا،